الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة ويعتقد ستيفنسون سعياً لجعل تعارضات الخلقية قابلة للتبرير ليس للتبرير للتوجيه justification يعني التوجيه المعرفي الكلمة الدقيقة هي التوجيه التوجيه المعرفي نعم ليس للتبرير وإن كانت كلمة التبرير تعطي المعنى لكن المتداول في المصطلحات والعبارات هو التوجيه نعم ويعتقد ستيفنسون سعيا لجعل التعارض الخلقية قابلة للتبرير أن علينا يعتقد أن علينا أولا أن نحاول التمييز بين المعتقدات والتوجهات التوجهات يعني المواقف ما أعتقده وما أتخذه كموقف نعم بعدما بيّن الشروط التي مرت علينا وهي شروط ثلاثه الشرط الاول هو ان ينبغي لاي تحليل نقدمه لهذه المفردة مفردة الحسن ان يترك الباب ان يترك الباب مشرعا امام اختلاف الراي حول ما اذا كان شيء ما حسنا او لا، يعني التطبيق المصداقي دائما في التطبيق المصداقي نفتح المجال للتطبيق المصداقي قد يكون التطبيق صحيحا قد يكون خطأ. الشرط الثاني ان يمتلك الحسن جاذبيه خاصة. نعم كيف يملك الحسن جاذبيه خاصة وانت تقول الاخلاق تدور مدار العواطف. إذا كانت عنده جاذبية لملاك واقعي يجذب بدون ملاك واقعي كيف يجذب؟ الملاك الواقعي هو الخير ليس الحسن الذي يجذب الخير هو الذي يجذب إذا انطبق الفعل على الخير فكان حسنا الصدق لماذا هو حسن؟ لأنه خير فالملاكية التامة هي الخيرية الخير هو يجذب وإذا كان جاذبا حتما يكون حسنا. نعم بمعنى أن قولنا لشيء إنه حسن يجب أن ترافقه على الأقل رغبة في حث المخاطب المخاطب بفتح على التصرف وفقا له قد يقول هذا المخاطب لماذا نتبعك أنت؟ أنا أتبع ملكات الواقعية يعني الصدق لأنه خير أنا أتبعه ليس لأنك أنت تحثني عليه جزاك الله خير الحث حيثية اعتبارية حيثية دفعية فقط نعم وإلا الذي يدفعني إلى الصدق هو خيرية الصدق الواقعية هذا يأتي إن شاء الله في بيان المبنى الصحيح لاحقا نعم والشرط الثالث أن وجود الحسن وغيابه في شيء لا ينبغي أن يكون قابل للتحقق بالاستعانة بأي طريقة علمية هنا ستيفنسون يبقى انفعاليا يبقى انفعاليا يرى القضايا ما عندها علاقة بالواقع الخارجي نعم فالصدق حسن لا يمكن تفسيره بالمنفعه وبالسعاده وباللذه وما اشبه ذلك ثم يضيف ان هناك معنى واحدا لكلمه حسن يستوفي جميع هذه الشروط وهو ذلك الشيء الذي يتم تحليله بالاستعانه بكلمه انفعالي هذا هو المبنى اذا الصدق حسن لانه ماذا يبرز يجعلني أبرز انفعالي نعم نقول أحسنت جزاك الله خير وهكذا أمور ويعتقد هنا وصلنا ويعتقد ستيفنسون سعيا لجعل التعرضات الخلقية قابلة للتوجيه يعني الاختلافات في المسائل الأخلاقية آه أن علينا أولاً أن نحاول التمييز بين المعتقدات والتوجهات، التوجهات يعني المواقف، وتوضيحه ما هو هذا التمييز بين المعتقدات والتوجهات يعني المواقف، وتوضيحه هو أن لدينا نمطين من الاختلاف، الاختلاف في المعتقد، المعتقد يعني أنا أعتقد بشيء، يا ستيفنسون العزيز ما عندك أنت معتقد. عندك فقط انت فقط عندك انفعالات ما عندك معتقد معتقد يعني عندي قضية قضية هذه أو لفظني اعتقاد واقعي شيء واقعي أؤمن به المهم كثير من العلماء يتناقضون في سطر واحد الاختلاف المعتقد نعم وتوضيحه أن لدينا نمطين من الاختلاف الاختلاف المعتقد والاختلاف في الموقف وفي طريقة الفهم، فإن اعتقد شخص ألف سميه ألف زيد مثلا بقضية أن زيدا قد سرق. فيما آمن الشخص باء علي بأن زيدا لم يسرق. الاعتقاد على طرف النقيض. نعم. ذاك أعطاه المحمول سرق وذاك نزع عنه المحمول سرق. فإن اختلاف الشخصين ألف وباء في مثل هذه المواطن يكون في المعتقد نعم أنا أعتقد أن زيدا سرق ويعتقد أن زيدا لم يسرق ومن الواضح في هذه حالات كهذه أن أحد المعتقدين على الأقل خاطئ خاطئ بأي ملك الانفعال لا يدلنا لا على الخطأ ولا عدم الخطأ لماذا أنا المح الى هذه الحيثيات حتى ابين ان الناس حقيقه في باطنهم يؤمنون بواقعيه الاخلاق لكنه قد يتفق الف وباء يعني زيد وعلي في الاعتقاد بامر ولا يختلفان عليه كان يشاطر كل منهما الاخر الراي حول التبعات يعني النتائج الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه الهدامه لحيازة الأسلحة النارية من قبل عامة الناس، كما في أمريكا مثلا، الكل مسلح، لكن ألف يرى، يعني زيد يرى ضرورة تجريد الناس من الأسلحة النارية، لحفظ الأمن، استقرار المجتمع، حفظ الأمن. أما باء علي فيذهب إلى أنه يجب يجب ترك الناس على سجيتهم. على طبيعتهم في امتلاك هذه الاسلحه حريه التملك ما يعني ان كليهما متفق على ان الرقابه على حيازه الاسلحه الناريه يخفض من معدلات الجريمه نعم ويرفع ويرفع منسوب الامن في المجتمع نعم معنا الاول يقول يجوز تملك الاسلحه والثاني يقول غير أنهما يختلفان في موقفهما من الرقابة على هذه الأسلحة وجمعها من الشارع. وعلى أي حال فإن التعارض في الموقف يختلف اختلافا واضحا عن التعارض في المعتقد. نعم أنا هذا أؤمن به. هذا صحيح. أنت تكون على حق وترى الطرف المقابل مطلقا على خطأ. مع أنك تتعامل بالتسامح. المواقف شيء والمعتقدات شيء آخر. قد تكون المواقف معلوله لمن؟ للمعتقدات وهذا في الاغلب لكن مره لا انت تكون على حق وتتسامح نعم فإن التعارض في الموقف يختلف اختلافا واضحا عن التعارض في المعتقد مع ان التمييز الدقيق بين هذه الفئه من التعارض وتلك قد يكون شاقا للغايه من الناحيه العمليه، نعم. من الناحيه العمليه صعبه جدا. نعم. كيف تميز ان هذا الانسان في موقفه خالف عقيدته، خاصة إذا كانت العقيدة باطنية أو أنت لا تعلم بها. نعم. يؤمن ستيفنسون بان الخلافات الاخلاقيه هي في الغالب من نوع تباين في الموقف والرؤيه نعم يعني الرؤيه الرؤيه الموقفيه والى الرؤيه هي المعتقد تباين في الموقف والرؤيه يعني الايديولوجيه وان هذا النمط من الاختلاف يستند هو الاخر هو الاخر الى التعارض في الاعتقاد نعم وان بالامكان وأن بالإمكان إزالة التعارض في الاعتقاد بالدليل طبعا المعتقدات ملاكها هي الأدلة يعني أنا أعتقد بقضية ألف وأنت تعتقد بقضية ب ندخل في سجال معرفي أدلة قوية أنت تغير رأيك فتعتقد بألف وتتخلى عن ب هذه واضحة جدا الملاك السجال المعرفي دائما يدور مدار الأدلة نعم فمن الممكن على سبيل المثال أن يطرح الشخص ألف الموقف الاخلاقي القائل ان السائقين ملزمون خلقيا بربط حزام الامان في السياق وهذا الموقف ينسجم مع الاعتقاد بان الاحصائيات الحكوميه حول حوادث السير المميته جراء عدم ربط حزام الامن صحيح هذا ليس اعتقادا في الحقيقه لا 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 الاعتقاد هو توفير الامن توفير الأمر الأمر صحيح حكمة خير حسن هذا هو الإحصائيات حيثية حيثية تعليلية إثباتية فقط حيثية إثباتية يعني أنت تقول هكذا من يضع حزام الأمن في السياقة يوفر الأمن في في الطريق يعني يوفر الأمن للمجتمع قد 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 يقول قائل ما دليلك على هذا؟ دليل يعني حيثيه اثباتيه تقول انظر الاحصاءات نعم اكثر الحوادث في السياقة ناتجة من عدم رعاية هذا الحزام الأمني هذه التدقيقات جيدة على الطالب أن يميز بينها أما إذا تمكن الشخص من إثبات زيف هذه الإحصائيات وانظر زيف هذه الإحصائيات يعني يضرب الحيثية الإثباتية يعني الدليل أو التدليل بأن الخسائر ناجمة أو ناتجة من عوامل أخرى غير حزام الأمن فقد يغير ألف رأيه ويتراجع عن دعوة الأخلاقية الأولى فقد غير هنا موقف ألف الخلقي عبر إثبات زيف معتقده. هنا في في نظري شيء، فقد غير باء هنا موقف ألف الخُلقي، الخُلقي يعني ما يراه خُلُقا وهو مراعاة حزام الأمن ليس الخُلق خلقه لا. النقطه الاخرى التي ينوه بها ستيفنسون هي ضروره فصل الاستعمال الوصف للكلمات عن استعمالها الحركي الفعال الوصفي يعني تشير الى واقعيه من الواقعيات متصفه بهذا الوصف اقول ورده حمراء هذه هذا تعبير وصفي وصفتها بالاحمرار وانا اعينها بالحس نعم مره اقول ورده تثير فيها نعم نشوه نعم تثير فيا نشوه نعم هذه عباره ليست وصفيه وانما عباره عاطفيه ان في عاليه نعم اذا فيه استخدامات او استعمالات وصفيه في استخدامات تحريكيه وهو أنه قد يكون لي لي للكلمات نمطان متغايران نمطان فعل يكون أو اسم يكون نمطان متغايران من الأدوار والاستعمالات حيث يحمل بعضها معنى معنى انفعاليا في حين لا يملك بعضها الآخر سوى طابع وصف ما حظ الوردة حمراء طابع وصف فقط نعم امها تنعشني تحركني تجذبني حتى اقطفها هذه المساله مساله انفعاليه نعم والمعنى الانفعالي للمفرده هو في الحقيقه يعني في الواقع نزعتها ما هو نزعتها الى اثاره استجابات انفعاليه في البشر تحريكيه تثير نعم تثير الشيء شيئا في الانسان. النزعه التي ظهرت على مدى تاريخ استعمال الكلمه. نعم. على سبيل المثال يمثل بامثله عجيبه وغريبه. مثل بامثله طبيعيه، لماذا تمثل بهذه الامثله؟ على سبيل المثال ان كلمات كلمات من قبيل بوش، بوش يعني الماني. ويانكي يعني هذا الامريكي أه الذي كان ينعته الجنوبي اليانكي أه كان ضد استعباد السودو والعجمي العربي يطلق على الفارسي عندما تستخدم بالترتيب عوضا عن الالماني بوش الماني ويانكي الامريكي والعجمي الايراني لف ونشرة مرتب لإشارة إلى شخص ما فإنها تحمل مدلولا انفعاليا وجدانيا مضافا إلى طابع الوصفي طابع الوصفي بوش يعني ألماني هذه واقعية ثم في إهانة نعم واليانكي في إهانة من الجنوب الجنوب الأمريكي إلى الشمال الأمريكي في الحروب الحروب الأهلية بين الأمريكيين والعجم إذا قالها العربي يشير إلى حقيقة وهو الفارسي وكذلك إهانة حسب الشيخ مصباح ليس أنا نعم فمفرد فمفردات مثل الألماني والإمريكي والإيراني قد تعد حيادية عديمة اللون يعني ما فيها إثارات نعم لا تدل إلا على انتماء شخص معين لشعب ما أو لقومية ما أما الكلمة بوش ويانكي والعجمي فناهيك عن دلالتها عن انتماء الشخص لشعب معين بوش ألماني يانكي أمريكي والعجمي فارسي فإنها تؤشر تؤشر تشير كذلك على الموقف الخاص للمتحدث تجاه هذا الشعب الموقف الذي ينم عن عدائه وازدرائه له حالة انفعالية نعم حلاء انفعالية فيمهد ستيفنسون لمبناه وهو أن الأخلاق انفعال. نعم. وبشكل عام فإن الكلمات التي تصنف بأنها لها معنى انفعالي هي تلك التي ناهيك عن دلالتها القياسية والمحايدة على ما تدل عليه على فرض وجود مثل هذا الشيء تعبر أيضا بشكل قياسي عن مشاعر، يعني إذا قست إلى صاحبها أو مواقف وموافقه ومخالفه تجاه ذلك الشيء الذي وضعت من اجله هذه الكلمات بل وقد تحرض على هذه المشاعر او المواقف هذا حديث من استيفانس على انه ثم كلمات اخرى ليس لها اي معنى وصفي ليس اي ليس لها اي معنى اي معنى وصفي او ان معناها الوصفي ضئيل جدا هزيل في حين انها تدل على معنى انفعالي محض مع نعم ويتابع ستيفانسون بعد هذه المقدمات قائلا ليس الوجه المميز للحكم الأخلاقي يريد يستخرج النتيجة الانفعالية وليس الوجه المميز للحكم الأخلاقي هو في كونه يعكس معتقدات المتكلم ينفي البعد الخبري البعد المعرفي البعد الواقعي للقضايا الأخلاقية بأي ملاك ما عنده أي ملاك ما عنده أي دليل هكذا فقط دعوة نعم ليس الوجه المميز للحكم الاخلاقي، الحكم الاخلاقي يعني القضايا الاخلاقيه هو في كونه يعكس معتقدات المتكلم، معتقدات المكرم يعني انا اعتقد بقضيه هذه القضيه تحكي واقعيه بل في كونه يظهر مواقفه نعم احسنت احسنت انا اذا سمعت قصيده رائعه جدا في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأقول أحسنت لماذا أحسنت لماذا أبرز انفعالي إذا لم أكن أعتقد بأن النبي شخصية عظيمة جدا ولا هذه الحيثيات وهذا الشاعر أشار إلى تلك الحيثيات وبما أني أعشق النبي وأحبه أحب هذه الحيثيات هي التي دفعتني إلى هذا القول أحسنت يا ستيفانسون هكذا يجب أن نفهم الأمور نعم ليس الوجه المميز للحكم الأخلاقي هو في كونه يعكس معتقدات المتكلم من قال من قال هذا الوجه ليس له قيمة غيرك يراها أن له قيمة كبيرة جدا كالواقعية الأخلاقية بل في كونه يعني الحكم الأخلاقي يعني القضية الأخلاقية يظهر مواقفه مواقف من من آه من يرى هذا الحكم الأخلاقي وليس في أنه يضيف إلى معتقدات المخاطب أو يغيرها بل في أنه يؤثر في مواقفه ومن ثم على أغلب الظن في تصرفه يغير الموقف ثم يتصرف بما يريده المخاطب نعم صدقوني حدسيات فقط حدسيات دراسة ونقد، يأتي شيخ مصباح إيه للنقد تجاهل دور الوصفي للمفاهيم والأحكام الأخلاقية، نعم، صراحة جدا هو لا يؤمن بهذا الأمر أن القضايا الأخلاقية ليست قضايا وصفية، يعني البعد المعرفي الذي يوصلك إلى الواقع الخارجي وأن القضايا الأخلاقية لها واقعيات، بغض الطرف عن هذه الواقعيات ما هي، نعم فهذا نفاه بدون أي دليل وبدون أي ملاك، لماذا نفيته؟ لماذا؟ لماذا؟ شريحة كبيرة من الناس بل الأكثر يعتقدون بأن القضايا الأخلاقية قضايا واصفية، إذا قلت أنا الصدق حسن، يعني عندي الصدق حيثية الصدق كفعل كفعل نفسي يتم يتصف بالحسن واقعًا. ثم هذه الواقعية ما هي؟ هذا بحث عريض. ياتي تسليط الضوء على العلاقة بين الأحكام الخلقية أو القضايا الأخلاقية أحسن من الأحكام الخلقية. ياتي تسليط الضوء على العلاقة بين الأحكام الأخلاقية ويقول الأحكام الخلقية، الخلقية لا، الخلقية يعني في السلوك. الأحكام الأخلاقية. وبين تصرف ومواقف الأشخاص صحيح بين تصرف الأشخاص ومواقفهم كأحد أهم مواطن قوة نظرية ستيف ستيفنسون الإنفعالية التي ربطت بين هذه الأحكام والسلوك بشوك بشكل معقول ومعين وواضح تماما كما أن الإهتمام بدور ووظيفة الجمل الأخلاقية يعد من النقاط الإيجابية لهذه الرؤية الإنفعالية جيد هنا نقف وقفة، الشيخ مصباح لا ينفي الانفعال ومن حقه من حقه الانفعالات سواء في المخاطب يعني من يتحدث او المخاطب من يتقبل الخطاب الانفعالات لها دور اساسي في تعين الاخلاقيات كسلوك كمحفزات وليس كاساسيات في الاخلاق. أبدا كانت في نسقه الأخلاقي لم يعطي قيمة للإحساسات إحساسات والشعور والإنفعالات والعواطف فكانت أخلاقه جافة مثل الرواقية تماما العواطف والإنفعالات محفزات أساسية محفزات أساسية للسلوك يقولون النجف لا في الحرب العشرين ضد بريطانيا أرسلت شيخا معمما لقبيلة في الجنوب قبائل في الجنوب يحثهم على الجهاد في مقابل البريطانيين وبدأ يتكلم بخطاب علمي تجردي ولا واحد تحرك ابن رئيس القبيلة كبيرة قال له سمحت الشيخ خليني انا اتحدث فصعد المنصه وبدا يتحدث يقول تعرفون اذا دخل الانجليز الى العراق ماذا يفعل؟ يسبي نسائكم وبناتكم وكذا فجاءت هذه المحفزات الاحساسيه والعاطفيه اخذوا الاسلحه وجاهدوا كالابطال مع مع ضد بريطانيا واخرجوا بريطانيا المحفزات ضروريه جدا في السلوك لكن الحديث أين هل هي ملاك الأخلاق أبدا 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 ملاك الأخلاق الإنجليز يسبي بناتكم ونساءكم وهذا فعل قبيح وشنيع خلاف الكرامة العربية في العراق هذه المعطيات الحقيقية الواقعية الوصفية الواقعية زائد هذا المحفز هذا المحفز جاء بعد هذا الوعي ثم تحرك الشعب العراقي وأخرج بريطانيا من بلاده محفزات ضرورية هذه العواطف ضرورية لكن ليست هي ملاك الأخلاق هنا اشتبه ستيفنسون نعم الشيخ مصباح هنا لا لا يرفض لا يرفض الانفعالات ونعم لا يمكن ياتي تسليط الضوء على العلاقه بين الاحكام والاحكام الخلقيه وبين التصرف لاشخاص ومواقفهم كاحد اهم مواطن قوه نظريه ستيفنسون الانفعاليه التي ربطت بين هذه الاحكام والسلوك بشكل معقول ومعين، يعني القضيه الاخلاقيه حتى تتجلى سلوكا المحفزات ضروريه، الانفعاليات ضروريه. والسلوك بشكل معقول ومعين وواضح تماما. نعم، كما أن الاهتمام بدور ووظيفة الجمل الأخلاقية يعد من النقاط الإيجابية لهذه الرؤية الانفعالية. أصاب الانفعاليون تماما في اعتراضهم على الحدسيين، الحدسيين أنظر حبذا لو خصص لهم فصلا مدرسة مور وجماعة مور. الحدسيون يعني الشهوديون عندهم مبنيان أساسيان. أن القضايا الأخلاقية شهودية يعني الإنسان يراها بالشهود خاصة المبادئ يركزون على مبادئ الأخلاق كما أن مبادئ العلوم النظرية بديهية يشاهدها الإنسان ويبني عليها الاستدلالات كذلك القضايا النظرية الأخلاقية لها مبادئ يشاهدها الإنسان الشهود يعني يراها بديهية ليس الشهور بمعنى العلم الحضوري هذا المبنى المبنى الثاني من من المغالطه الفاحشه من من المغالطه الخاطئه ان تعرف الحسن الذي هو محور الاخلاق بامور طبيعيه كاللذه والسعاده والمنفعه يسميها امور المغالطه الطبيعيه حبذا له الشيخ مصباح خصص لهم خصص لهذه المدرسة فصلا وهذه المدرسة مدرسة الانفعالية جاءت على انقاض تلك المدرسة هذا التسلسل التاريخي جميل جدا في فهم الامور ولهذا يقول كما ان الاهتمام بدور ووظيفة ووظيفة الجمل الاخلاقية هذه الترجمة الخاطئة السارية في جميع الترجمات مع الاسف كما ان الاهتمام بدور الجمل الاخلاقيه ووظيفتها يعد من النقاط الايجابيه لهذه الرؤيه الانفعاليه لكن ما قيمه هذه القضايا الاخلاقيه في هذا المبنى ما دام الانفعال هو الذي هو الملاك في الاخلاقيات يعني المحفزات هي الملاك ليس القضايا الاخلاقيه مع ان الصحيح القضايا الاخلاقيه هي الملاك القانون الاخلاقي هو الملاك والمحفزات لها دور التحريك فقط أصاب الإنفعاليون يعني هذه المدرسة ستيفنسون وإير تماما في اعتراضهم على الحدسيين الشهودين يعني مدرسة مور المؤمنين المؤمنين هذا وصف للحدسيين المفروض ما يعمل فاصلة إذا عمل الفا الفا الفاصلة المؤمنين ترجع إلى أن أصاب الإنفعاليون فتقول اصاب الانفعاليون تماما في اعتراضهم على الحدسيين فاصله المؤمنون بانه لا ينبغي فالمعنى يتخربط كله اذا هذه الفاصله احذفها الفاصله احذفها تصير العباره هكذا اصاب الانفعاليون تماما في اعتراضهم على الحدسيين المؤمنين المؤمنين وصف للحدسيين ما يحتاج الى فاصله بانه لا ينبغي اعتبار الجمل الأخلاقية قضايا اخلاقيه قضايا وصفيه واخباريه محضه لان الحدسيين لا يؤمنون بالقضايا الطبيعيه الحسن لا يعرف باللذه والسعاده والمنفعه نعم لكن المؤسف هو ان اهتمام الانفعاليين المفرط بوظيف بوظيفه الخطابات الاخلاقيه انساهم تماما المعنى الوصفي والاخباري للأمور الأخلاقية يعني القضايا الأخلاقية لا تحكي الواقع ليس لها بعد معرفي نعم فيندرج الانفعاليون تحت اللا إدراكية نون كوجنيتيزم نون كوجنيتيفيزم اثنين عدم الجميعيه والمعنائيه الاشكال الثاني الوارد على الانفعاليين ياتي يعني ان شاء الله بيانه اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.